وسيجم بالعظام من كل وادي تحيا طلقة تنحني لك تعترف باسمك يا فادي الصليب أطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهات بلاد أحبائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من قوة الصلاة. كل سنة وحضراتكم طيبين في كل مكان في العالم بفصح يونان. ويمكن كنيستنا علمتنا أن كلمة فصح معناها العبور، عبور من خطية لحياة أبدية، عبور من موت لحياة، عبور ليونان نفسه وعبور لأهل نينوى. يمكن النهاردة حلقتنا كمان علشان فصح يونان والعيد بنحتفل بيه، أن احنا كمان كل الحلقة النهاردة هتكون بتدور على يونان وأهل نينوى وقد إيه توبتهم، ونتكلم عن سفر التوبة. بيشرفنا النهاردة بوجوده معنا خادم الرب المرنم الجميل الأخ مجدي بشرى. أهلا بيك معنا وفرحانين جدا بوجودك النهاردة معنا في قناة الحرية. أهلا بيكي. شكرا. بركة كمان كبيرة. شكرا. ربنا يباركك. كمان دكتور إكرام أنور غني عن أني أعرفه، وفرحانين بيه. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنة وانتي طيبة، وانت أخ مجدي طيب، وأحبائنا المشاهدين في كل مكان كل سنة وانتم طيبين. وأتمنى أني فعلا يكون العبور ده تم في حياة كل واحد من اللي بيشاهدونا، ما يبقاش مجرد كلام احنا بنسمعه، لكن نكون فعلا عبرنا من الموت للحياة، من الظلمة للنور. أهلا بيك يا رجاء. أمين يا دكتور. أحبائنا النهاردة هتبقى حلقة مميزة جدا برضو، هنتكلم فيها عن يونان، هنتكلم عن سفر التوبة، ويمكن زي ما بنسميه أنه سفر التوبة، سفر نقدم فيه يعني كل أخطائنا وكل أتعابنا عند رجلين رب المجد زي ما عملوا أهل نينوى. بس تعودنا قبل ما نبتدي ونتكلم ونتعلم أن احنا نيجي عند رجلين رب المجد ونصلي، نقدم كل حياتنا، نقدم كل وقتنا اللي جاي، ونخصص الوقت الجاي ده لربنا ان احنا نصلي. دكتور إكرام هطلب منك تشجعهم يصلوا معنا، وكمان تقودنا في صلاة ونقدم الوقت الجاي ده لربنا. أمين. أنا بطلب من كل مشاهدينا، الوقت اللي جاي مش وقت مشاهدة لكن وقت مشاركة. احنا يعني أنا دايما في صلاتي بقول يا رب أنا مش عاوز مشاهدين لبرامج قوة الصلاة، لكن عاوز شركاء في الصلاة. أتمنى إحنا قلنا إن ياريت كل واحد يبقى معاه كشكول، والكشكول ده يبقى بعنوان قوة الصلاة، علشان نكتب فيه الطلبات اللي هنسمعها من كل مكان في العالم. وبشجع أي إنسان عنده أي طلبة، عنده أي احتياج في أي مكان في العالم، أيا كانت خلفية هذا الإنسان، مسيحي من أي ديانة تانية، تواصل معنا. إحنا بنؤمن بقوة الصلاة. ابعت لنا، كلمنا، لو عاوز طلبتك تبقى مسموعة لدى الناس في أي مكان وتتحط في كشكول قوة الصلاة. أنا واثق إن الكشكول ده ربنا هيحول معظم سطوره إلى معجزات يعلم فيها عن ذاته. يلا بينا مع بعض نتحد ونرفع قلوبنا وعنينا للسماء ونخاطب إلهنا الحي. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. إلهنا الصالح، رعينا الأمين، نشكرك يا رب من كل القلب لأنك في كل حين تسمع لنا. يا رب نشكرك لأنه خطاه نظرنا يقدروا يقتربوا إلى مداخل الأقداس، يقدروا يقفوا قدامك زي ما قال عبدك شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. نعم يا رب إحنا عارفين نفسنا كويس، إحنا تراب، لكن نشكرك، نشكرك من أجل محبتك، نشكرك من أجل نعمتك الغنية اللي على أساسها رب إحنا جايين نطلب منك، واثقين في وعدك كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين به تنالونه. نعم رب بنصلي وكلنا إيمان وثقة إننا بنخاطب إلهنا الإله القادر على كل شيء، وإن إيديك هتمتد يا رب وهتصنع معجزات معانا. اشكرك يا رب من اجل كل ما صنعته معنا في الماضي، اشكرك من اجل كل بنسمعه عن استجابه الصلاه وعن قوه الصلاه، ومنتظرين يا رب تفعل المجد زيد.
منتظرين يا رب كل إنسان يشوفنا النهاردة يعرف قوة الصلاة ويختبر قوة الصلاة ويعيش بقوة الصلاة. منتظرين يا رب أنك تحول برنامجنا من مجرد برنامج إلى رب رسالة رب لكل نفس محتاجة عن قوة الصلاة. يا رب نصلي من أجل خاطر دم الصليب، الدم اللي اتسفك على عود الصليب. نصلي يا رب رافعين صلواتنا مع صلوات كل قديسيك، واثقين يا رب أنك تسمع وتستجيب لنا، ولإسمك كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. آمين يا دكتور، ربنا يباركك وربنا يزيدك نعمة ويزيدك بركة. فرحانين جدا النهاردة هنصلي كلنا مع بعض، تليفوناتنا مفتوحة من كل مكان في العالم، يا ريت تتصلوا بينا، نفسنا نتشجع النهاردة. كلمنا المرة اللي فاتت عن يونان، والنهاردة برضو هنكمل كلامنا عن أهل نينوى، عن يونان، عن اللي تعلمناه طول الوقت اللي فات في الصيام والوقت اللي قدمنا فيه توبة قدام ربنا. كمان تليفونات مفتوحة من كل مكان في العالم، من فضلكم اللي في استراليا ويحب يتواصل معنا، تليفون استراليا هيكون على الشاشة، تليفونات مصر وأوروبا وأمريكا وكندا، احنا في انتظار تليفوناتكم وتشجيعكم لينا. كمان نحب نسمع صلواتكم وكل طلبة صلاة. أخ مجدي بشرى، مشرفنا النهاردة وفرحانين إن أنت معانا وفرحانين إن أنت في وسطينا، ومش هينفع يعني نبتدي حلقتنا من غير ما نسمع منك ترنيمة، ونيجي عند كمان أقدام رب المجد زي ما جينا بالصلاة، نيجي كمان بالتسبيح والترنيم. أمين. أمين. أنا كمان حابب المشاهدين يكونوا بيشاركوا معانا في الترنيم زي ما الدكتور إكرام ابتدى وقال بالصلوات، يعني ينفع الواحد وهو بيتفرج على التلفزيون يكون بيرنم معانا الترنيمة اللي جاية بتقول جايين يا أبانا اسمع لدعانا. أمين. احنا جايين للرب وبنقول له انت أبانا، احنا جايين لك بنرفع ايدينا ليك وارضنا عطشانة نحوك ومنتظرينك النهاردة. أمين. أمين. انا نفسي الحقيقة اخي بجدي ترنيماتنا وصلواتنا تدخل كل بيت. أمين. في بيوت كتيرة يعني الشيطان حاطط ايده عليها كده، بيوت مليانة بالحزن، مليانة بالكآبة، مليانة بالخطية. نفسي من خلال قوة الصلاة وقناة الحرية صلواتنا ترنيماتنا تدخل البيوت. أمين. إن عندي إيمان إن ده هيغير كتير، وبيوت كتير تصير ملك للمسيح. أمين. والتسبيح كمان يا دكتور إكرام، الترنيم أو التسبيح بكل تأكيد يدي قوة طبعا، حتى لو حد قاعد بيتفرج علينا وهو حاسس بحزن أو بتعب أو بظروف أو بضغط يبتدي يفتح بقه ويرنم. أنا واثق، أنا واثق من كده. أمين. أمين. يلا نملى البيوت صلوات وترنيم يا أخ مجدي. أمين. أمين. Yeah.
بنتوب قدامك. كلمات جميلة جدا، وفعلا يعني واحنا النهاردة بنعيد مع أهل نينوى، وبنعيد مع يعني كل جموع الشعب اللي تابت قدام رب المجد. جاي دكتور إكرام نسألك النهاردة ونكمل كلامنا الجميل عن أهل نينوى وعن يونان وعن سفر التوبة زي ما بنسميه، لأنه كل السفر توبة وكل سفر صيام وخضوع أمام رب المجد يسوع. كلمنا دكتور عن يونان وكلمنا عن أهل نينوى، نفسك النهاردة وإحنا في عيد الفصح ده أو في عيد في فصح يونان نقول إيه للسادة المشاهدين عن يونان وتوبة أهل نينوى؟ أقول عن يونان وأسيب مجدي يقول عن توبة أهل نينوى. أمين. الحقيقة أنا من المرة اللي فاتت وأنا طرحت سؤال وطرحته على أحباء المشاهدين، ليه يونان عمل كده؟ وأعتقد في درس مهم جدا محتاجين كلنا نتعلمه كناس عاوزين نخدم ربنا. أنا كنت بقول المرة اللي فاتت يونان عمل كده لأنه جواه سن التعصب. أهل نينوى دول ناس مفروض أنهم أعداء لشعب ربنا، وفي الوقت ده كان في سبي لشعب ربنا، في استعباد، وكان في وعد على فم يونان للملك يربعام بن يؤاش أن ربنا هيحررهم. فما كان يونان بيفكر بطريقة فيها كتير من التعصب. وده أول درس عاوزين كلنا نتعلمه. ربنا بيحب كل الناس، ربنا يعني ما بيميزش حد عن حد، لكن محبة ربنا هي لكل الناس. إحنا كتير بنتقوقع حوالين نفسنا وبنحب الناس اللي من نفس نوعيتنا. ربنا عاوز يغير هذا التوجه. ربنا عاوز يقول لنا ان محبته هي للكل ودعوته هي للكل. حقيقة في آية في كلمة ربنا مهم تبقى معروفة لدى جميع الناس، الله
يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يعني عاوز أقول إن في ناس مكروهة جدا من كل الناس، لكن كانت مشيئة ربنا إن الناس دي تخلص. هقول هتلر، هقول يعني بن لادن، سامحوني، ربنا بيحب بن لادن وبيحب كان هتلر، لكن هؤلاء الأشخاص اختاروا سكة تاني، اختاروا طريق تاني. لكن هل ده معناه أن الله مش بيحبهم؟ لا، الله بيحبهم وبيقدم لهم فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. وده اللي أنا عاوز أقوله من خلال برنامج قوة الصلاة، الله بيحب كل الناس ودعوة ربنا هي لكل الناس. وإحنا عاملين برنامج قوة الصلاة علشان نصلي من أجل كل إنسان في احتياج. يعني أنا أشكر ربنا من أجل الناس اللي بيكلمونا، لكن أنا شايف أن معظم الناس اللي بيكلمونا من فصيل واحد، أشكر الله في حد تاني من فصيل تاني. نفسنا رجاء فعلا الرسالة توصل للناس كلها والغير المسيحيين. ما أنا بالضبط، وده اللي أنا أقصده، لأن الله بيحب الكل. صحيح. قد إيه ببقى سعيد جدا لما حد كان من أصحابي الغير مسيحيين يطلب مني أني أصلي من أجله، أو يقول لي مثلا خلي الكنيسة تصلي لي، أو خلي الناس، كان معروف عني أن أنا بصلي وأن في ناس كتير بيصلوا، فلو سمحت صلي لنا. قد إيه كنت ببقى مبسوط وبتابع، وقد إيه بنبسط جدا لما يقولوا لي فعلا الصلاة استجيبت، وأن إلهك مد إيده وتمجد. ده اللي إحنا عاوزين نوصله من خلال برنامج وتصلي. يا يونان قوم وروح لأهل نينوى. والنهاردة أنا بقول لكل الخدام روحوا للعالم كله، ده مش كلامي لكن ده كلام المسيح، اذهبوا إلى العالم أجمع. اوعى تبص الإنسان كعدو ليك. يعني إحنا ما عندناش حاجة اسمها عدو ربنا، إحنا الناس كلها ربنا بيحبها. الإنسان هو اللي بيقرر أنه يعادي ربنا، ربنا ما بيعاديش حد. طيب عدو ربنا ده نروح نقتله ونموته، ده ربنا بيحب. طب لما نموته هيروح فين؟ هيروح جهنم كده؟ طب احنا كسبنا حاجة؟ مين اللي بيكسب من موت الناس؟ اللي قال عنه الكتاب الشيطان كان قتال للناس منذ البدء. يعني لما قنبلة تنفجر في مكان ويموت أي عدد من الناس، مين المستفاد؟ المستفاد الأساسي هو الشيطان. الناس دي لو ماتت وهم مش تايبين وهم مش مستعدين هيروحوا جهنم، وده اللي الشيطان عاوزه. لكن ربنا بيحب كل الناس، حتى الشخص اللي بيفجر نفسه ربنا بيحبه. ونفسي نوصل له رسالة محبة ربنا، ربنا فعلا بيحبك، ربنا بيحب أهل نينوى، وأهل نينوى كانوا أشرار لكن ربنا بيحبهم وبعت لهم رسالة الحب. والنهاردة إحنا بنعلن رسالة الحب ورسالة التوبة لكل الناس، مش لحد، مش لحد وحد، لا. ربنا لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ده أول درس، وبعد كده أكمل الدروس الثانية. ناخد بس تليفونات عشان ابتدت تليفوناتنا تيجي ونرجع نكمل تاني. اتفضلي. بقية الدروس اللي بنتعلمها من يونان. معنا النهاردة الأخ باسم من مصر، أهلا بيك على قناة الحرية. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك، كل سنة وأنت طيب. أنت طيبة حضرتك، وبرحب بالضيوف الموجودين معنا النهاردة، وأنا أول مرة أتفرج على البرنامج بصراحة يعني. طيب أهلا بيك. أنت منورنا. جزاك ربنا خلاني يعني اتفرجت على البرنامج النهاردة عشان محتاج فعلا الصلاة. نشكر ربنا. اتفضل، احنا معاك سامعين. بس في محتاج ان امور يعني عندي مرض كده من انا وصغير يعني، وتعبني شويه المرض ده، وانا بتكلم بعيد عن ربنا يعني. وبيقف جنب كتير بس تعبت يعني، انا خايف اقرب منه يعني. خايف تقرب من ربنا؟ اه. طيب. بحس ان انا بمر بتجارب صعبه في المرض يعني، فلما اقرب كده بحس ان في كده. لا مش فاهم وجهة نظرك يا باسم لو سمحت. وجهة نظر ان انا يعني ربنا بيقف معايا كتير لما انا بتعب، مثلا عندي سيوله في الدم، فالمرض ده بتعب منه كتير يعني. فلما احس ان انا بقرب من ربنا شويه بحس ان الموضوع ده زاد، مش عارف ليه. كل ما تقرب يزيد. اوكي. بس هي دي المشكله يعني. وليه فتره فعلا بعيد وعايز اقرب وعايز ارجع تاني، بس مش عارف اقرب ازاي. طيب انا عاوز اقول لك حاجه يا باسم. يعني انا اساسا طبيب يعني، ويمكن انا مدرك او فاهم الابعاد كلها اللي انت بتكتس فيها، لكن انا عندي ايمان وثقه في الهي انه يقدر بلمسه واحده ما يبقاش المرض ده خالص، ويتعمل تحاليل ما قبل وما بعد، والدكتور يقف كده
يعني فاتح بقه ايه اللي حصل فيه ايه؟ طب روح عيد لنا التحليل تاني ان في غلطه، مش ممكن ده يكون ده، فتعيده تاني ويرجع يقول ايه اللي حصل، فتقول لي ده الهي. الله يقدر. وانا في جوايا، نعم جوايا في حاجه بتقول ان ده هيحصل يعني. أنا ده إيماني وده ثقتي في الإله اللي أنا بخدمه، ومش كلام نظريات، أنا بقول أنا الكلام ده شفته يعني كتير جدا جدا في حياتي، يعني شفت ريبورتات ما قبل وما بعد، وأنا بأؤمن بقوة الصلاة، فيعني أعدك بأن أنا أصلي، وأنا عارف إن في ناس كتير هيحطوا اسمك في الكشكول اللي عندهم بتاع قوة الصلاة، وناس كتير هيصلوا من أجلك، وقريب تكلمنا تقول لنا إن ربنا اتمجد، لكن عاوز أقول لك أهم حاجة بقى يا باسم. ربنا ليه بيسمح بالمرض والمتاعب لحياتنا؟ لأنه عاوزنا نقرب منه. خد لبالك إن الجسد هنعيش قد إيه؟ 70 80، ربنا يديك الصحة، 100 سنة وبعد كده هنموت. في حاجة أهم من ده بكتير، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أهم حاجة أبديتي. عندنا كان القديس بشوي كامل، الأمس بشوي كامل في اسكندرية، كان مريض بمرض خطير جدا، لكن كان بيشكر ربنا جدا، وسمى المرض بتاعه مرض الفردوس أو مرض الحياة الأبدية، لأن قال اللي بيمرضوا بهذا المرض بيستعدوا للأبدية. أنا عاوز أقول لك ربنا سمح لك بالمرض ده مش عشان تبعد عنه، لكن علشان تقرب منه. وقرب منه، حط في أولويات طلبتك منه، يا رب أنا عاوز أبقى ليك، أنا عاوز أربح السماء، أنا عاوز أربح الأبدية، أنا عاوز يا رب يكون ليا مكان معاك في الفردوس. وبعد كده ما أسهل إن ربنا يمد إيده ويلمس جسدك، وفي الوقت ده هتقول أنا أشكر ربنا جدا من أجل المرض، لأنه جابني لربنا، أشعرني بالاحتياج وجابني لربنا، وربنا مد إيده وتعامل معايا وضمن أبديتي، وفي نفس الوقت مد ايده وشفاني. امين. نعدك بالصلاه، واشكر ربنا اللي خلاك تبقى سهران النهارده معانا وتتواصل معانا، واحنا هنستمر في الصلاه من اجلك بنعمه المسيح. يا ريت يا باسم كل ما تلاقي نفسك تعبان متضايق اتصل بقناه الحريه، هتلاقي ناس كتير ترد معاك على التليفون وتصلي معاك في الوقت اللي انت فيه تعبان. نشكرك جدا على اتصالك، وناخد كمان اتصال تاني من مصر، الاخ نشأت. اهلا وسهلا على قناه الحريه. اهلا بيك، مساء الخير. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. مساء وانت طيبه. اهلا بيك، اتفضل. استاذنك توطي التلفزيون وتسمعنا بس من التليفون علشان الصوت بيتاخر وبيرجع لنا تاني، فتسمعنا بس من التليفون من فضلك عشان نقدر نسمعك بوضوح. حاضر، وطيت. حاضر، شكرا، كتر خيرك، اتفضل، احنا معاك. انا بس كنت عايز الصلاة من اجل بنتي كريستين، عندها اعاقة شوية في الحركة، ادي لها حوالي 17 سنة يعني، ولفينا كتير مع الدكاترة ويعني ما وصلناش لحاجة يعني. فيعني ياريت ربنا يتمجد وبقوة صلاتكم يعني. امين امين. حاضر يا اخ نشأت، تحب كريستين نسيب اسمها؟ كريستين. هنحط كريستين نشأت. كريستين نشأت، أمين. أخ مجدي تحب تشجعه بحاجة عشان كريستين قبل ما يقفل؟ أنا أحب أقول للأخ نشأت أن الرب لم يشيخ، والرب مازال موجود، وزي ما كان بيقول الدكتور إكرام مازال بيصنع معجزات، والكتاب كان بيقول عن الرب يسوع المسيح أنه والمحتاجون إلى شفاء شفاهم. أمين. فالرب عارف كويس كريستين محتاجة لشفاء. نصلي بإيمان. الحاجة الوحيدة اللي بتحرك إيدين ربنا هي الإيمان. ولكن تمام. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. لكن الإيد اللي بنمد إيدينا وناخد بيها هي إيدين الإيمان، مصدقين يا رب إنك تعمل، مصدقين يا رب إنك تستطيع إنك تشفيها. فأنا عايز أشجعه ونشجع المشاهدة المشاهدين، نطلب بإيمان والرب بيستجيب وبيسمع الصلاة. أمين. رب هيتمجد معاك يا أخ نشأت ومع كريستين، ونستنى منك تليفون تاني تفرحنا إنه حالتها بتتحسن وإنه الرب مد إيده بالشفاء. ومنها ومن كريستين. ومن كريستين كمان تكلمنا. أمين. أمين. بشكرك جدا يا أخ نشأت على تليفونك وعلى متابعتك لينا القناة الحرية، ومن فضلك خليك كمل معنا الحلقة، نصلي كمان، أنت كمان تصلي مع بقية الأحباء اللي هيطلبوا صلاة، أنت كمان تصلي من أجلهم. معنا الأخ فايز من تنسي. أهلا وسهلا بيك يا أخ فايز.
سلام ونعمة لكم وربنا يبارككم ويبارك سلام ونعمة. أهلا وسهلا. ويبارك القناة القناة الحرية يا ربي، ويبارك العاملين فيها يا رب. أمين. أنا فعلا أنا مبسوط أوي بالبرنامج ده، وربنا يبارككم فعلا. أنا أؤمن بقوة الصلاة فعلا في حياتي أنا كشخصيا، يعني أنا حبيت يعني أتصل عشان أقول يعني ومجد اسم الرب في عمله معايا. ولكن أمين. عايز أقول بالنسبة أنتوا حضرتك قلت بالنسبة لل بالنسبة اليونان وصيام يعني النهارده اعتبر، فعايز أقول إن فعلا الرب بيقدم رسالة محبة قوية جدا لكل العالم، حتى الخطاة. أمين. حتى الخطاة دي محبة حقيقية الرب يسوع أعطاها للعالم كله، ولذلك الله يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بل تكون له الحياة الأبدية. صحيح. فنشكر الرب على محبته الفائقة لكل العالم، حتى للخطاة، حتى الخطاة ورفضهمش بل كان بيخاف على شعورهم. المرأة اللي مسكت ذات الفعل أما جابها له وحطها له ما تبقاش يحرقها، وكتب كل خطايا اللي جايبينها ومشوا كلهم، لا أمدانك أحد ولا نأذينك أيضا، اذهبي بسلام. وأيضا نجد في محبته أيضا لزكى العشار اللي طلع على الشجرة علشان يشوف رب الرب فحت القلوب ومختبر الكلى، قال له حصل خلاص لهذا البيت بسبب إيمان زكى فعلا. فالرب فعلا عايز مننا نسلم قلوبنا فعلا بإيمان وثقة في الرب ونطلب منه بالصلاة، والرب هيستجيب لأنه قال كده كل ما تطلبونه باسمي يجاب لكم. وكل وقال أيضا كل إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة بطلبة ربنا بيستجيب لها. فالرب فعلا صالح، الرب صالح. ولكن أنا باخذ فعلا زي ما قال أخي الدكتور، قال بيوجه رسالة للخدام، الخدام فعلا بيقول أما وجه رسالة اليوناني النبي وقال له عشان يروح يبلغ أهل نينوى عشان يتوبهم، هرب يونان. حتى يونان أنا باخد تأمل بسيط جدا بعد رفع بلغه، والرب طلع له يقطينة في 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 همسة في 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 يوم علشان تضلله، رغم إن يونان يعني خالف وصايا ربنا، ولكن رب محبته أيضا ليونان ما سابوش وحوطه. وجت له برضك وصلت برودة كانت اليقطينة، جت الشمس ضربت في يونان، فبيعاتب ربنا بيقول له انت عملت اذا كنت انت خايف على اليقطينة زعلان عشان يقطينة انت ولا تعبت فيها ولا عملت فيها حاجة يا بنت يوم ولكن ولكن انا ازاي انا بخاف على شعبي، على شعب نينوى حوالي 12,000 او اكتر مش عارف يعني بالظبط. فلان الله محب للكل ومحب للعالم كله، فنشكر محبته. ولكن هو بيطلب مننا توبه حقيقيه ونتمسك فيه ونتمسك في وعوده الصادقه وننفذ وصاياه، لانه قال من احبني ينفذ وصاياي. فعلا 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 يا رب فعلا احنا محتاجين يا رب تستلم قلوبنا في هذا المساء المبارك لكي نحبك الحب الحقيقي كما احببتنا سيدنا الرب. ولذلك انا في مريت بتجربه، معلش كنت اقولها كده عشان بمجد اسم الرب وليس لشخصي انا، انا ولا شيء، انا تراب ولا شيء. الرب تمجد معايا في عمليات كثيره، ولكن في اخر عمليه كانت عمليه منظار على المثانه، كان في مشكله عندي ورم. انا بشهد لعمل الرب معايا، وانا طلبت بدموع بانكسار القلب، قلت له يا رب انا خلاص مش قادر يا رب، انت بتقول يا رب بدي كل واحد حسب احتمال، انا جاي لك مش قادر يا رب. واستندت على وعد من الرب، قلت له يا رب انت قلت، وجيت مسكت في الوعد، يا رب انتوا تعالوا لي جميعا متعبين وثقيل احمال وانا راحكم، انا يا رب جاي لك منكسر القلب وجاي متعب باحمال يا رب، واثق انك هتشيل عني. وفعلا انا بثقه طلبت الرب، ففعلا الرب شال عني. ولذلك انا فعلا الرب صالح، لما بندعوه في الصلاه بيستجيب بايمان وثقه. امين فعلا. أمين. بشكرك جدا يعني شفاعة القديسين فعلا. أمين. وفعلا الرب استجاب وطلعت نتيجة التحليل ان النورمال مفيش اي حاجة، وفعلا الرب استجاب
وشال كل الاورام وشال كل تعب فيا. انا بعلن المجد الرب للعالم كله ان الرب تمجد معايا وتمجد اسمه العظيم وتمجد اسمه العظيم لكل اولاده وكل العالم كله. يا عم في السلام والمحبه وربنا يبارككم ويبارك خدمتكم. أخ فايز أنت فرحتنا النهاردة، فرحتنا بمشاركتك عن يونان وكلمات النعمة اللي شاركت بيها أحبائنا المشاهدين، كمان فرحتنا بالقد إيه قوة الصلاة، وأنت اختبرت قوة الصلاة واختبرت الإيمان وأنت بتصلي، وأن الله استجاب فعلا لصلاتك ومد إيده بالشفاء ليك. كلمات حقيقي فرحتنا حقيقي. وزي ما الكتاب المقدس بيقول ان الخبر السار بيفرح ويثمن العظام. فانت النهارده فرحتنا وثمنت عظامنا وفعلا فرحانين جدا انه الرب استجاب معاك، وده يشجع كل احبائنا النهارده اللي بيسمعونا من خلال قناه الحريه. بشكرك جدا ونتمنى ان انت دايما تشاركنا على قناه الحريه. معنا تليفونات من مصر ومن اسيوط ومن كل مكان، هناخدها بسرعه ونرجع تاني. طبعا احنا نكمل. قوه الصلاه اساسا عاوزين الناس يشاركون. يعني احنا عاوزين نعمل اقول ايه اجتماع. صلواتنا اجتماع صلاه في كل بيت في العالم. أمين. صلواتنا تدخل كل بيت دائما والناس تعرف قوه الصلاه. أمين. ومش كل بيت مسيحي، لا انا بقول كل بيت ناطق باللغه العربيه. امين. اتفضل يا رجل. ناخد معانا دكتور هاني من اسيوط. اهلا بيك يا دكتور على قناه الحريه، اتفضل دكتور هاني. تليفون من مصر، مش عارفه تاخرنا عليه. طب ناخد بنت الرب من مصر، يا ترى معانا على الخط ولا الخط برضو قطع؟ معلش احنا بنعتذر لما بنتاخر. الو، مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، اهلا وسهلا. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانتي طيبه. كل سنه وانتم طيبين كده، وبركه الصلاه الجميله اللي صلاها الدكتور تكون مع الشعب كله ان شاء الله. يا رب. امين. امين. ممكن اعمل مشكله مع الدكتور؟ اتفضلي انت معانا، اتفضلي. مشكلة يا دكتور. مساء النور. كنت طالب من حضرتك يعني ربك المسيح اولا وبعدين حضرتك صلاه جميله للطفل وسام نور عياد. اسمه تاني من فضلك؟ وسام نور عياد. وسام نور عياد. نور عياد، اوكي. وسام نور عياد. وسام نور عياد. دكتور يعني بيعاني من نوعية تغليف زرع القوقعة عملية في المخ. يا طفل 7 سنين لا بيتكلم ولا بيسمع. فهي معاناة بتعاني منها بسبب ان في مش عايش حياته زي اي طفل طبيعي. امين يا رب. كمان انا برجع في المسيح بركة صلوات القديسين ونبيهم صلوات حضرتك يعني يا دكتور. أمين. تصليه. امين. وكان ليا رجاء ان لو حد يتبنى الحل، لان هنا في مصر الامكانيات ضعيفه من العمليين هنا في مصر. yeah. نسبه النجاح ضعيفه. لو حد يتبنى انه يستنى ويعمل العمليه خارج مصر. yeah. هو ابن حضرتك؟ هو ابنك؟ ولا حد انت بتعرفيه ابن حضرتك؟ طيب هنستاذنك تسيبي التليفون في الكنترول روم من فضلك علشان نتواصل. وحنكون بنشجع الساده المشاهدين انه زي ما سمعتم دكتور، اسيب لك انا تتشجع انت بقى الساده المشاهدين. من فضلك. ربنا قادر انه يمد ايده ويتمجد ويبقى هذا المرض لاجل مجد الله، وكل حد يشوفه يمجد ربنا لما ربنا يمد ايده. سيبي رقم تليفونك وكيفيه التواصل معاكي، وانا واثق ان ربنا هيعمل حاجه، يقدر يمد ايده ويعمل المعجزة ويقدر يفتح أبواب ويثقل حد من الناس اللي بيسمعونا. يعني أنا بخاطب أي حد من الدكاترة اللي بيحبوا ربنا في أي مكان في العالم، في حالة زي كده مفيش إمكانيات. إحنا أول مرة تكلمنا بنت الرب وهي بنت الرب، فإذا كنت أنت كدكتور ابن للرب وربنا يحرك قلبك، ممكن ربنا يستخدمك لعمل المعجزة مع يسام. فمن فضلك تواصل معنا من خلال قناة الحرية. وده فكرة البرنامج، إن إحنا عاوزين الناس تتواصل مع بعض، عاوزين ولاد ربنا يتواصلوا مع بعض. ولاد ربنا عيلة واحدة ليهم رأس واحد، يقدروا يتواصلوا مع بعض في العالم كله. فإذا كنت دكتور تقدر تساعد وعندك إمكانية في أي مكان في العالم، اتواصل معنا وهنديك معلوماته. والناس اللي عندها كشكول قوة الصلاة من فضلكم، يوسام ده هيتحط
على القائمة وهيتصلى من أجله كل يوم علشان ربنا يتمجد معاه بأي كيفية وبأي طريقة. وفي الآخر عاوز أطمنك، أنت التجأتي الإله عمره ما هيقفل بابه في وشك، بابه دايما مفتوح وعنده حل. يمكن الأطباء لغاية دلوقتي على مدار 7 سنين ما عندهمش حل، وخدوا اللي وراكي واللي قدامه، لكن نشكر الله إلهنا ما عندوش كلمة مستحيل، عنده حل ويقدر يمد إيده ويتمجد. أمين. أمين. بشكرك جدا يا بنت الرب، ويعني هننتظر أن أنت تكوني سبتي تليفونك في الكنترول روم. معنا كمان دكتور هاني من أسيوط رجع معنا تاني، أهلا بيك يا دكتور هاني. يا ترى سمعنا؟ معلش الخط عنده برضو وقع تاني. واضح تليفونات أسيوط مش راضية تيجي. أنا هستأذن الكنترول روم لو إحنا اللي نتصل بيه علشان هو ما يتعبش ويكلمنا تاني. معنا تليفون تاني من كاليفورنيا، بنت الرب من كاليفورنيا. أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي على قناة الحرية. ألو. أهلا بيكي، كل سنة وأنت طيبة. أهلا وأنت طيبة حبيبتي. أنا اسمي عموما أنا اسمي ميري. أهلا بيكي. بحب أن تشاركوني في صلاتي من أجل كليتي، لأن أنا كليتين عندي ضاعوا خالص بايزين، ومحتاجة صلاة، ومحتاجة لو أي حد ممكن يتبرع لي بكلية دي تبقى نعمة من عند ربنا قوي. وربنا يتمجد، ده اللي انا بطلبه. هو يعني بصراحه واقف معايا، بيعمل معايا مجازات كتير، ويكمل يا رب. امين. هيكمل. طيب بصي حبيبتي، احنا هنعمل حاجه دلوقتي، ان احنا هنطلب برضو من الساده المشاهدين، ان انتوا سمعتوا الطلبه للاخت ميري انه عندها الكليتين فعلا تعبانين، اللي يحب ان هو يشارك او برضو دكتور او اللي يقدر يساعد في الحاله دي، من فضلكم اتصلوا بينا. ومن فضلك يا اخت ميري سيبي تليفونك. هطلب من الاخ مجدي يا اخت ميري قبل ما تقفلي، انه الكلام الجاي ده ليكي انت. احنا كلمنا الساده المشاهدين، بس الكلام اللي جاي ده ليكي انت عشان انت تتشجعي. اخ مجدي نكلم الاخت ميري. يعني انا حابب اقول للاخت ميري، الرب هو اللي صنع كل اجهزه الجسم. امين. ولا يستحيل عليه شيء. فالرب يقدر ان هو يلمس لمسه شفاء للكليه اللي موجوده. الرب يتمجد برضه من خلال الطب والاخوه والساده المشاهدين انه حد يتبرع بكليه. لكن الكتاب بيقول لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمه. ان لما نثق في ربنا، لما نصدق ربنا، ربنا بيجازي هذه الثقه. بيقول ما تطرحوش الثقه دي لأن ليها مجازات عظيمة. الرب بيبص جوه، بيبص لإيماننا، بيبص لداخل قلبنا، إحنا بنطلبه وإحنا مصدقين وإحنا مأمنين. الرب بيتداخل بطريقة معجزية، زي ما كان بيقول أخويا الدكتور إكرام، في العصر اللي إحنا بنعيش فيه مازال الرب بيجري معجزات. الكتاب المقدس كله والإنجيل كله مليان بمعجزات. يعني أحب أشجعك بالقصة المشهورة للإمرأة نزفة الدم، قالت ولو مسست هود بثوبه فقط شفيت. الرب وقف كل الجموع وقال من لمسني لأن قوة خرجت مني. الرب بيبص على لمسة الإيمان دي. فإحنا معاكي، أنت صلي، ثقي في الرب. إحنا هنصلي، المشاهدين اللي بيسمعونا هيصلوا. إحنا بنتمسك بهود بثوب الرب ونقول له لمسة من هود بثوبك تحييني. فالرب هيتمجد، بس إحنا لازم نكون عندنا إيمان وثقة فيه. أمين. بشكرك جدا يا أخت ميري على اتصالك وثقتك فينا في قناة الحرية، والرب حيتمجد. وصلي وارفعي قلبك زي ما قال الأخ مجدي، والله حيتمجد في حياتك. بشكرك جدا على اتصالك. معنا الأخ هاني رجع من أسيوط، ناخده قبل هاني وبعد كده عاوز أعلق، بس ناخد هاني. أهلا بيك يا دكتور هاني. إزاي صاحب سعادتك، وإزيك يا دكتور إكرام. أهلا بيك، أنت من أسيوط تبقى بلدياتي. أهلا بيك. أهلا بيك. انا المفلوس طبعا، انا بحب البرنامج ده، بنتظره فجر كل يوم جمعه. امين. وانا عندي عمليه، والمفلوج قعد 38 سنه ينتظر الرب، ورب شفاه. انا لي 4 شهور، فانا منتظر الرب اللي يشفيني ويتدخل ويعمل العمليه. امين. أمين. طيب انا عاوز اقول لك حاجه بقى يا اخي هاني، كنت عاوز اقولها دلوقتي. ربنا بيشفي بطريقة من الاثنين، لكن هو إلهنا الشافي. احنا بنؤمن ان احد اسماء ربنا يهوى رفا. احنا يمكن في بعض الاسماء اللي موجودة في كتاب مرة نبقى نعمل حلقة عنها رجاء بنعمة ربنا. احد اسماءه يهوى رفا، يعني الرب الشافي.
انا هو الرب شفيك. رب شفيك. الله يقدر دلوقتي وانت بتكلمنا يروح لمسك لمسه معجزيه. امين. وكل مرض يذهب. وانا مؤمن بذلك. امين. وبرضو الله ممكن يشفي من خلال الاطباء، ودي نقطة عايزين نوضحها بقوة من برنامج قوة الصلاة. أنا مسلم أمري للرب يسوع حسب إيمانك، وهو اللي هيمد إيده ويعمل كل حاجة. أمين. بس أنا عاوزك تتعامل مع الطبيب، لو بتتعامل مع الطبيب مش الطبيب هو الشافي، لكن الرب إلهنا هو الشافي. الطبيب آلة في إيد ربنا. يعني أنا عاوز أقول لك ياما أطباء غلطوا غلطات كبيرة جدا، والكتاب بيتكلم عن نزفة الدم اللي كان الأخ مجدي بيتكلم عنها، تألمت كثيرا من أطباء كثيرين. يعني ممكن يكون كانوا بيدوها حاجات تضرها، لكن لما ربنا يريد بالشفاء ربنا يدي الحكمة للأطباء. برب يسوع. أمين. وحتى أمين. لو في عملية يبقى الطبيب الجراح أداة في إيد ربنا، اللي هيعمل العملية هو مين؟ طبيبنا الأعظم. أمين يا أخي هاني. أمين. قريب تكلمنا وتقول لنا إن ربنا مد إيده ولمسك، وسلم لي على كل أحبائي في أسيوط، لأن الحقيقة أسيوط وحشتني وناس أسيوط وحشوني، فوصل لي سلامي ومحبتي ليهم. شكرا. نشكرك جدا يا دكتور هاني، والرب يتمجد معاك ونسمع أخبار جميلة تفرحنا قريب. معنا كمان الأخ ناصر هارون من الجيزة من مصر. أهلا بيك يا أخ ناصر. أهلا بيك. نشكر ربنا. كل سنة وانتم طيبين. أمسى على الدكتور وانت طيب والأستاذ مجدي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا دكتور. كل سنة وانت طيب يا دكتور. وانت طيب. أنا عندي ابني بشوي عنده 2 و3 شهور، عنده مية على الصفتين لغايه دلوقتي ما نطقش، يعني بينطق كلمات خفيفه. فانا السيد المسيح قال صلوا بعضكم من اجل بعض. طبعا. وصلاه البار تقتدر كثيرا في فعلها. نعم. انا بطلب صلاه حضرتك ان الميه دي تتصرف لوحديها وان ينطق بشوي. امين. امين. وربنا قادر. احنا عاملين برنامج قوه الصلاه عشان نصلي من اجل بعضنا البعض. ربنا هيمد ايده قريبا وهيلمس بشوي. عايزين لمسه واحده من يعني يسوع. امين. انا عندي ايمان عندي ايمان انه قريب جدا 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 هتكلمنا وتقول لي يعني ربنا مد ايده ولمس بشوي وكل حاجه رائعه وبشوي بيتكلم وتسمعنا صوته في التليفون بنعمه ربنا. امين. ده خيرك يا دكتور. امين. ده خير الرب. ده خير الرب. امين. امين. امين يا اخ ناصر، فرحانين النهارده باتصالك بينا والرب هيتمجد زي ما قال دكتور اكرام، وهنسمع منك قريب خالص. من فضلك تابعنا، ومن فضلك كمان صلي. ناس كتير هتدخل تطلب صلاه، من فضلك انت كمان صلي من اجلهم. فاحنا في دقيقه واحنا في تجربه كمان بنصلي من اجل الاخرين، الله هينظر لقلوبنا ومحبتنا لبعض. امين يا اخ ناصر، شكرا على اتصالك. معنا كمان تليفون من بنت الرب من مصر، اعتقد كانت معنا قبل كده. بنت الرب اهلا بيكي. الو. اهلا بيكي حبيبتي. الاتصال قطع. الخط قطع. معلش احنا سامعينك، اتفضلي. معلش كنت طالبه صلاه حاره جدا 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 من الدكتور اكرام للطفل. معلش انا اسفه، انا باكد على تاني. ما تخافيش، انا مش ناسي. ما تخافيش. امين. انا يا دكتور اكرام وتشوفي المعاناه اللي بتعانيها السبب والتعب والاسلوب حياه الطفل، يعني نفسي لما يكبر دي لوحدها تعبان نفسيا. يعني طبعا لما يكبر ويلاقي صحاب وكده وهو لا. طبعا. لما بيكبر نتائج العمليه بتزيد. وانا ما عنديش امكانيات ان انا اعملها اصلا حاجه هنا، يعني ما فيش الامكانيات حتى ممكن انها تتعمل، انا ما عنديش امكانيات انها تتعمل هنا. طالبة رجاء من المسيح أولا، رجاء. أمين. من المسيح أولا إنه يتحنن عليا، يمد إيده الأول وإيد البشر بعدين. أمين. هو ده اللي أنا طالبه له. حد يتبنى عيلته إنه يعمل لي العملية لأنه محتاج يسافر بره، نجحة أضمن. أمين. إن أنا أسافر يعني بره مش في مصر. محتاج زيارتك وطعم. أمين. أنا بصي أنا واثق إني ناس كتير جدا جدا هيصلوا من أجل ابنك، ومش كده وبس، لكن بنعمة ربنا قريب جدا دكتور ابن ربنا بيحب ربنا هيكلمنا
وهياخد بياناتك وهيتواصل معاكي وهيقول لك هاتي الولد وانا عندي هذا الايمان، لان احنا جسد واحد والمك احنا شعرين بيه جدا. انا شاعر بالمك كأم، وعاوز اقول لك ربنا هيستخدم الالم ده لبركه نفسك انت والخلاص نفسك انت. ربنا هيستخدم البركه الالم ده علشان خاطر انت كمان هتاخدي اكاليل، لانك بتحتمل التجربه بشكر. ما فيش تجربه بتعدي من غير ما في اكاليل مقابل ليها. لكن انا واثق ان ربنا هيتمجد قريبا جدا جدا جدا، وهيصنع حل وشفاء كامل لابنك. امين. بشكرك جدا يا بنت الرب على اتصالك، ويمكن حتى لو الخط قطع عندك المره اللي فاتت، احنا فعلا طلبنا من كل احبائنا انه اللي يقدر يساعد، سواء كان زي ما دكتور اكرام بيقول دكتور يقدر يتبنى الحاله، او اي حد من المشاهدين يحب يقول انه الحاله دي انا قدام ربنا هتكفل بيها بسفرها بعلاجها، احنا فعلا طلبنا ده من الساده المشاهدين، وبناكد عليه تاني انه الرب يكلمه ويقول له ان الحاله دي فعلا تعالى نمد ايدينا ونصرف فيها، او يعني نقدر نصرف على العلاج ده او نتبناها، ده هتكون شيء رائع. كمان انا بطلب من الساده المشاهدين كلهم ان احنا نكون بنحطها في قائمه الصلاه زي ما دكتور اكرام قال في كتابنا او في كراسه الصلاه اللي احنا بنصلي منها. لا كشكول مش كراسه عشان هيبقى كبير. لا بلاش كراسه، هو كشكول انه هيبقى كبير. اديكي شايفه الاحتياجات قد ايه، بس نشكر ربنا ان الهنا يقدر يملا كل الاحتياجات. امين. معانا ابن الرب كمان من واشنطن، اهلا بيك ابن الرب. ايوه يمكن انا ولا مين؟ حضرتك طبعا، اهلا بيك. طيب انا بالحقيقه يعني فرحان بيكم وفرحان بقناه الحريه من ساعه ما اكتشفناها ووجدناها. الرب يبارككم كلكم، الدكتور اكرام وحضرتك والاستاذ رأفة والدكتور رأفة وكلكم. بس انا يعني عندي بعض معجزات عديدة، ولكن أنا برضو منتظر معجزات تانية. يعني عاوز أقول إذا كان الوقت يسمح، يعني أولا أنا عندي ماكولا ديجنريشن في عيني، وطلبت منكم الصلاة، وأعتقد أن الرب يسوع حنين وهيعطي، وزي ما بيقول أنا الرب شفيك، دي بركة كبيرة. مش معتقد، أنت لازم تبقى متأكد. أنت لازم تبقى متأكد يا ابن الرب، ما تعتقدش إن الرب يسوع حنين، أنت لازم تبقى متأكد إن الرب يسوع حنين، والرب يسوع هيمد إيديه، فأنت لازم تبقى متأكد بدا إيمانك يبقى قوي كده. أنا عارف كده يا بابا، أنا عارف، يعني سامحيني إذا كان يمكن تعبير بعض التعبيرات يعني تكون مش قوي يعني مني، لكن أنا واثق أمين بأن الرب يسوع المسيح حنين وقادر أنه هو يعمل. أمين. إذا أراد أن يعمل. أمين. ولكن أنا طالب منه، وهو قال تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أنا عارف كده، وهو أعطاني كتير. أمين. أنا مستحقش، نشكر ربنا، مستحقش ولا حاجة من الرب الدهاني. أنا هقول لبعض لإخواتي المشاهدين بعض يعني حاجة بسيطة. يعني أولا، أول حاجة أنا مراتي، إحنا هنا في سياتل واشنطن يعني بجنبيكو يعني قريب منكو يعني. فاللي حصل إنه كانت عملت عملية في ركبتها اللي هو ريبليسمنت للركبة يعني، ولكن خدت أنتيبيوتكس كتير زي بعضه. قلنا بعدين وقعت مرتين فحصل لها حاجة فظيعة، خدت أنتيبيوتكس كتير وخدت بين كيلر والكلام ده كله. وبعدين الكلى اتضح ان الفاميلي دكتور والمتخصصين بالاختصار يعني انه وجدوا ان الكلى تعبانه ووصلت درجتها لتحت خالص يعني، ففي خطوره. انا قلت يا بابا يسوع يا حبيبي يا الهي، انت ما يهونش عليك، اتصرف زي ما انت عاوز، بس اعف عنها. اللي حصل ان انا جبت ميه لما كان ابونا مكاري، قداسة أبونا مكاري القديس العظيم ده بيوعظ في محاضرته، وحطيت المية دي وقلت لها من فضلك ارشم الصليب على ركبتك، ارشم الصليب على الكلى
والكلى دي والكلى دي، واشرب من الميه دي. التحليل كان طالع يعني يدوب يعني عند 30، وده طبعا الدكتور يمكن الكلام يعرف. نعم طبعا. يعني يعني جرب على حافة الهبوط يعني الهاوية. راحت عملت بعد كده، عملنا بعد كام يوم عملت التحاليل، طلعت التحاليل حاليا 52. نعم نعم. شوف يعني هي اصلا من 60 لغايه 30. نعم. الرب تمجد بصلوات ابونا مكاري، واصبحت الكلى دلوقتي النسبه بتاعتها 52، يعني تقريبا عاديه. الرب يتمجد واشكر الله. آمين. طبعا راجيا صلواتكم، طبعا طالب صلواتكم من اجلنا. وبالتالي كمان عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا جاي من مصر، يعني أنا كنت في مصر وعايش في مصر، بس أنا ليا هنا حوالي 30 سنة. اللي حصل وأنا في مصر إن واحد ابن حلال راح لناس حبايبي يعرفهم، يعني مش مسيحيين يعني، وقال لهم ده موريس وأنا قاعد، ده فلان ده ابن الرب، ده كذا، ده صفته كذا، ده قال وقال 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 كلام يعني في نواحي غلط يعني في الدين. انا طب هعمل ايه؟ قلت لهم يا ناس من فضلكم هاتولي الانسان ده، هاتهولي علشان يقول ان انا غلطت في ايه وقلت ايه. وكان في الامكان انه يعني فعلا يجي ويكذب، كان هو الراجل في حوالي يمكن اواخر الاربعينات. وبعدين صدقوني كده، هو الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، قال اجعل لكم في كل قرن خلاص. تصدقهم الأستاذ هو محامي قال لي طب ممكن تيجي بكرة الساعة 11 ونقعد مع بعض وهنجيب الرجل ده يقول ايه اللي انت قلته على كذا وكذا وكذا. قلت بس انا مبسوط. روحت بيتي لم اذكر هذا الموضوع لا للمدام ولا ولادي، ولا حتى شعرة من جسمي ارتعشت، ولا ما عرفت ليه، الله اعلم، انا مش عارف ليه. قلت خلاص، وصبحت الصبح لبست عادي ورحت لهم على المكان اللي هم فيه. ايوه يا استاذ، ايوه يا مدام، فين الراجل اللي هو قال لكم كذا كذا؟ قالوا خلاص احنا امنا انك انت انسان كويس. قلت لا لا لا، ولا امنت، وانا كلي خطيه، انا راجل مش كويس، بس ارجوكم انا عاوز الراجل ده يجي يقول ايه اللي انا قلته عليكم وعلى كذا وعلى كذا وكذا وكذا. تصدقوا بقى بعد جهدي يعني قالوا لي يا امنا لكن هنقول لك، عاوز تعرف؟ قلت لهم ايوه. قالوا رحنا لقيناه ميت تحت سريره، واقع قدام سريره وميت. فالرب يسوع عظيم جدا وحبيبي جدا ومعايا غير كده ان هو جاني، بابا يسوع جاني عدة مرات وكلمني. احنا ناخد منك بقى ابن الرب كل مرة ناخد منك معجزة عشان ايه وقت البرنامج، لانه في ناس كمان كتير على التليفونات. فعشان طيب انا عاوز بس ايه تصلوا من اجلي. امين. ومن اجل المدام من المرة اللي فاتت الحقيقة، مش من المرة دي يعني. اسمك موجود دلوقتي في كشكول الصلاة يعني من المرة اللي فاتت. امين. نشكرك جدا يا ابن الرب وربنا يباركك، وحنبقى منتظرين ان كل مرة تشاركنا بواحدة من المعجزات في حياتك، ده يشجع ناس كتير جدا انها تسمع وتتعلم. معنا تليفونات بس وقتنا بيجري عشان نص الحلقة بتاعتنا خلص، فحنستأذن الأحبة اللي على التليفون ان احنا هناخد فاصل ونرجع تاني. كان اول ما نرجع هناخد ترنيمة، ايه رايك؟ طيب هناخد نسمع عشان عايزين نسمعه طبعا يعني نفسنا ان احنا نستمتع بالتسبيح والترنيم. احبائنا احنا كمان مستمتعين جدا بتليفوناتكم وبصلواتكم وبتشجيعكم لينا، وكمان الناس اللي بتطلب طلبات صلاه احنا معاكم وهنكون بنصلي من اجلكم. فاصل قصير جدا وهنرجع تاني نكون معاكم في قوه الصلاه. Thank you.
صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك فأنا في حاجة شديدة إليك جازت من فوقي طيارة وأغرقتني يا ضيقات والعشق الكف برأسي والعشق الكف برأسي والماء عبر إلى نفسي والماء عبر إلى نفسي اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وبالمراحم في
أحبائنا المشاهدين، رجعنا تاني ليكم بعد الفاصل، وأتمنى تكونوا استمتعتم بالترنيمة اللي فاتت وصلتوها معنا. جات لنا في الفاصل طلبات صلاة كتير جدا، هحب ان احنا نقولها عشان نصلي بيها في الآخر ونصلي معاهم، وكمان الناس اللي بتكتب في كشكول قوة الصلاة تكون بتسجل الأسماء دي ونقدر نصلي من أجلها. جات لنا طلبة صلاة من أجل ماريان، عندها حالة صرع بقالها 4 أيام متواصل، وهتعمل MRI وعشان تعرف سبب الصرع دوت واللي بيحصل لها، فمن فضلك يا دكتور محتاجين ان احنا نصلي من أجلها. كمان طلبة صلاة من أجل بنت الرب، عندها صداع جامد قوي، فمحتاجة برضو أن احنا نكون بنصلي من أجلها. بخيت، طلبة صلاة من أجل بخيت، تعبان نفسيا جدا والناس كتير بتتكلم عليه وبتتريق عليه، فهو محتاج أن احنا نكون بنصلي من أجله. كمان طلبة صلاة من أجل بنت الرب، ابنها انتقل وهي مش قادرة تتعزى، حاسة بألم جامد جدا وحاسة بعدم سلام، فنفسها أن الرب يديها تعزية في قلبها. كمان ميري متى، عندها امتحان بكرة في كلية الطب، فبتطلب طلبة صلاة من أجل الامتحان بتاعها في كلية الطب. مارينا عندها طلبة صلاة، عندها الذئبة الحمراء وعندها 13 سنة وعندها إحباط شديد جدا جدا، فبتطلب طلبة صلاة. كمان من أجل سوزان، طلبة صلاة خاصة لأن عندها أزمة شديدة جدا في حياتها، ما قالتش الأزمة إيه بس بتطلب من أجل الأزمة الشديدة اللي عندها. بنت الرب بتطلب طلبة صلاة من أجل إخواتها بسام ونشوان وغزوان، والرب يديهم إرادة أن هم يبطلوا السجاير ويسلموا حياتهم كلها ويقفوا قدام ربنا، تكون حياتهم بالكامل والبيت بالكامل لربنا. يعبروا في عيد العبور. أمين. أمين. ناس كتير هتعبر بنعمة المسيح. أمين. عندنا أمين. إيمان لما نصلي ناس كتير هتعبر من أمين. الظلمة للنور، من الموت للحياة. أمين. هنرجع تاني نكمل عن فصح يونان أو عيد يونان أو عبور اليونان، زي كلمة فصح معناها في اليونانية عبور، وإحنا كنا بنتكلم أنه الناس بتعبر من حالة لحالة. هنرجع نتكلم عن أهل نينوى، ونفسي أسأل الأخ مجدي، يعني أهل نينوى إحنا شفناهم في القصة بس طبعاً. عملوا حاجات جميلة جدا جدا، نفسي تكلمني عليهم. يعني أنا شايف في سفر يونان الحقيقة، إذا كان معظم سفر يونان بيتكلم عن يونان، يعني 3 إصحاحات تقريبا، الإصحاح الأولاني بيتكلم عن دعوة يونان وهروبه، والإصحاح الثاني بيتكلم عن يونان وهو في بطن الحوت، الإصحاح الثالث بيتكلم عن أهل نينوى وتوبة أهل نينوى. والحقيقة أنا وقفت كتير قوي قدام أهل نينوى، لأنهم يعني الكلمة اللي قالها أقصر عظة في التاريخ كله هي كانت عظة يونان، 5 كلمات بعد 40 يوم تنقلب نينوى. يعني الإصحاح الثالث وعدد 4 بيقول بعد 40 يوم تنقلب نينوى. إصحاح في نفس إصحاح 3 وعدد 5 يقول فآمن أهل نينوى بالله. الجماعة دول زي ما الدكتور إكرام قال ما كانوش بيأمنوا بربنا، دول كانوا بيعبدوا أوثان. صحيح. لكن الوعظة اللي جات لهم 5 كلمات. أنا وقفت في الحقيقة قدام ال5 كلمات دول، كم أقل واحد فينا سمع عدد وعظات نقدر نقول آلاف حتى من المشاهدين وما تغيرناش، لكن أهل نينوى سمعوا 5 كلمات بعد 40 يوم تنقلب نينوى، اتغيرت حياتهم، فآمن أهل نينوى وعملوا حاجات. بيقول نادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، ولما بلغ الأمر الملك فقام الملك عن كرسيه وخلع رداءه وتغطى بمسح. فأنا عايز أقول التوبة دايما مقترنة بعمل، ما ينفعش ان انا اقول انا توبت وانا لسه بعمل نفس الاعمال اللي انا بعملها. اهل نينوى تابوا، ولما تابوا فامن اهل نينوى بالله، وبعد ما امنوا بالله على طول راحوا نادوا بصوم، عملوا فعل، لبسوا مسوح يعني حزنوا. المسح ده كان رداء خشن جدا يلبس في وقت الحزن، لما يكونوا ناس في حزن شديد يلبسوا المسح، وهو كان مغزول بطريقه ناشفه جدا فرداء صعب. لبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم، الملك قام وخلع كرسي. احنا متخيلين يعني ايه الملك اللي هو البهاء بتاعه التاج واللبس، قام خد رد فعل. احنا محتاجين لما نتوب زي أهل نينوى ناخد رد فعل، مش بس نسمع، مش بس نقول احنا بنآمن بربنا، مش بس نقول احنا ملناش بركة غير ربنا وربنا هو سر حياتنا، لا، ربنا عايزنا نعمل أعمال تليق بالتوبة زي ما قال السيد المسيح.
فإحنا محتاجين نتعلم من أهل نينوى إزاي لما تابوا رجعوا للرب. في عدد 8 يقول وصرخوا إلى الله بشدة، ويقول الكتاب ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم. التوبة تتطلب عملا، لابد أن ناخد عمل، نرجع عن طرقنا الردية ونغير اتجاه حياتنا. أمين أمين. احنا ابتدت معانا تليفونات تاني تجيلنا، فهناخد التليفونات وبعد كده هنسأل دكتور إكرام سؤال ونرجع نسمع ترنيمة. احنا مشتاقين نسمع معاك ترنيمة، فبس هناخد بركة من دكتور إكرام كمان وناخد تليفوناتنا ونرجع تاني للترنيمة. قناة الحرية، ألو، أهلا بيكم على قناة الحرية، تفضل. باسم من مصر، أهلا بيك. ألو، أهلا، احنا مع حضرتك. بخير، مساء النور، اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. اهلا وسهلا. اتكلم الدكتور اكرام لو سمحت. اتفضل، انا معاك، سامعك كويس. ازي صح حضرتك؟ الحمد لله، صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا واضح ان باسم من اسيوط بقى مش من مصر. اهلا تمام. اهلا بيك جناب المستشار، اهلا بحضرتك، انا عرفت الصوت على طول يعني. اخبار حضرتك؟ نشكر ربنا، سعيد جدا بسماع صوت حضرتك. و يعني وحشتنا خالص يا دكتور، واحنا دايما متابعين برنامجك ومنور الشاشه. طيب سيب لي التليفون اعرف اتواصل يعني، عموما هاخد التليفون من كنترول روم وهكلم حضرتك. وصلواتك معانا دكتور، لان في مشاكل جامده في الشغل. يا أمين يا جناب المستشار، أنا حقيقي بصلي من أجل حضرتك ومن أجل أسرتك بصورة شخصية، لأن حضرتك ليك مكانة كبيرة جدا على قلبي يعني. واعد إن الوقت اللي جاي هصلي أكتر وأكتر بنعمة المسيح، وهتواصل معك بقى بالتليفون مش على الهوا بنعمة ربنا. أنا سعيد خالص إني أسمع صوتك. يوصل يوصل يا جناب المستشار، شكرا لحضرتك كتير. دكتور شكرا. شكرا ليك اخ باسم، سياده المستشار، ويعني نتمنى دايما تواصلك معانا ودايما تتابعنا على قناه الحريه. معانا تليفون تاني برضو من مصر، الاخ موسى من مصر، اهلا بيك على قناه الحريه. سلام ليكي. اهلا وسهلا. سلام المسيح معاكم. سلام ونعمه. ازيك يا دكتور اكرام؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك بحضرتك. اشكرك. انت منين؟ من مصر. انا من ملاوي. ملاوي، اهلا بيك. حضرت الحضره قبل كده في جامعه خاصه النفوس لحظه قبل كده. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. انا ليا طلبه صلاه. اتفضل. عندي ابني سنتين الا شهر اسمه كراس، تعبان جدا. انا شغال حاليا، هو مش قادر ياخد نفسه ومناخيره مسدوده على طول. فانا بطلب الصلاه من اجله. امين. كراس، انا هصلي له دلوقتي، هصلي له دلوقتي على الهوا، ويا ريت تصلي معانا وكل المشاهدين يصلوا من اجل كراس. اسم الاب والابن والروح القدس الواحد، امين. يا رب انا بحط كراس بين ايديك، وبحط كل اللي اوصونا ان نصلي من اجلهم بين ايديك يا رب. كريستين، كل شخص طلب مننا نصلي من اجله، احنا بنحطه الان بين ايديك يا رب. تعال يا رب المس، تعال يا رب اصنع معجزات. يا رب من 2000 سنه كنت بتقول في ارضنا تصنع خيرا عظيما، تشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. كنت بتقول يا رب في ارضنا تشفي المرضى، تحرر المأسورين. يا رب تعالى دلوقتي، يا رب تعالى دلوقتي، لاني ايماننا انك انت المسيح الهنا الحي. تعالى يا رب المس، يا رب المس كراس، المس كريستين، المس كل نفس محتاجة اللمسة منك يا رب. المس باسم، المس يا رب انت، واصنع واعلن عن ذاتك. نؤمن بقوة الصلاة لأننا نؤمن بقوتك أيها الرب إلهنا. بنصلي لأجل خاطر دم الصليب، بنرفع صلواتنا معك كل صلوات قديسيك، ولك كل المجد. آمين. أمين. نشكر ربنا، وإحنا هنكون بنتواصل معاك وإنت كمان تتواصل معنا، ونسمع دايما أخبار جميلة وأخبار حلوة تفرحنا. بشكرك جدا. معنا كمان تليفون تاني من مصر، بنت الرب من مصر، أهلا بيكي بنت الرب على قناة الحرية. أهلا بيكم. أهلا بيكي حبيبي. أنا بشكرك قوي على برنامج قوة الصلاة. أنا فتحت التلفزيون بقالي كتير لقيته،
دي رسالة من ربنا بتكلمنا، فنشكركم قوي. فأنا بطلب منكم أول حاجة صلوا من أجل بيتي، من أجل أولادي، في بعض المشاكل عندي في البيت دي حاجة. الحاجة الثانية صلوا من أجل ما عندي السكر وعندي فيروس تي، فيروس تي عمل لي إحباط شديد ودي جامد. وأنا واثقة من يعني أنا واثقة من إيد ربنا هي اللي بتشفي، فأنا طالبة ربنا وطلبكم فهم تتصلوا. آمين. أشكركم. أمين يا حبيبتي، أمين يا بنت الرب، نكون بنصلي من أجلك. دكتور إكرام، نفسي أن أنت يعني تشجعها عشان هي حزينة وبتكتب طبعاً. فنفسي أن احنا نقول كلمات تشجع وتتعذب. الحاجة الوحيدة اللي أقول، إلهنا وحده اللي يقدر يحول الحزن الفرح، النوح والبكاء إلى ترنم. إلهنا وحده اللي يقدر يزورك الرب، يزورك المسيح زيارة خاصة ويلمسك ويشفيكي ويتمجد معاكي ومع أسرتك. أنا واثق إن هو سمعنا، وأنا واثق في محبته وفي حنان قلبه. يتحنن الرب عليكي ويصنع معاكي إحسان بحسب مرحمه. أمين. أمين. بشكرك جدا يا بنت الرب. و معنا تليفون تاني برضو من مصر، معلش تليفوناتنا النهاردة كتير، ناخد تليفون بنت الرب من مصر. أهلا بيكي على قناة الحرية، ياريت لو تطفي التلفزيون وتسمعينا من التليفون عشان بيرجع لنا صدى للصوت وبنسمع الصوت متأخر. سمعينا؟ أيوة. أنا سنة سمع صدى الصوت فعشان كده عارفة أن أنت معنا. تفضلي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا عايزه ادخل المداخله، يعني انت على الهوا اشهد على اللي عمله معايا. يا ريت. اتفضلي. انت على الهوا وكل الناس سامعاكي. طيب ماشي، ما انا بقول لحضرتك وبقول الدكتور اكرم برضه. اتفضلي. بس هنستأذنك برضو نطفي التلفزيون، حتى لو هتقولي كلام يشجعنا برضو لازم نطفي التلفزيون. معلش عشان تسمعينا من التليفون ويبقى الصوت واضح من فضلك. اتفضلي. انا موطيه وانتوا بس اللي قدامي. طب اهلا وسهلا. امين. انا بقول لحضرتك يعني عايزه اشهد عن اللي بيسمعوا معايا ابويا. الو، معاكي. معاك. اتفضلي. كان في عمليه هعملها في عيني، فطبعا انا بقيت اقول لا انا مش عايزه اروح ولا اقعد تحت ايد اي دكتور، ابويا هو اللي هيعمل لي العمليه دي، وهو عملها لي ميه بيضه وكان صدري حساسيه، كان كل شتا ده بيبقى صعب عليا والركب وكله حاجات كتيره، وبنتي مش كانت بتخلف، وحطيت برضو ورقه صلاه في كنيسه وكاله البلح، والدكتور عارف الكلام ده، كان بيجي ياخد عندنا خدمه الدكتور إكرامي. نشكر ربنا. فطبعا أنا كنت ببعت ورق صلاة هناك، وعند الدكتور يوحنا رضا برضه كنت بروح الاجتماعات مع غادة وكده، ولقيت ربنا مد إيده. أنا قلت لا، قلت أنا هروح، هو أبويا اللي هيعملها. نعم. أمين. ويقولوا لي لا روحي للدكتورة، أقول لهم لا. طب وأنا أروح ليه للدكاترة؟ أنا وفعلا انا بشهد على اللي صنعه معايا، هو معايا هو وبنتي. نشكر ربنا. يعني دي حاجه انا الواحد ما يستحقهاش، بس عشان هو بيحبني ان هو ما سابنيش ولا خلاني اقعد قدام دكتور، هو كان الدكتور بتاعي انا. نشكر ربنا. اصل هو ابوكي زي ما بتقولي، هو ابوكي. هو ابوكي. ربنا يملك يا دكتور. اشكرك اشكرك. والنفوس تيجي على ايديك يا دكتور كده، وربنا يعمل حاجه في البرنامج ده. صلواتك صلواتك، ويكون دم يسوع مغطيكوا كلكم. امين. حمايه كده من السماء. امين. امين. رجاء. وعلى فكره الترنيمه يا دكتور اللي قالتها المدام لولو سمير دي، ايوه كان شو قلبي عايز اسمع الترنيمه دي وربنا سمعها لي. امين.
امين. هو الرب، اصل هو ابوكي، لانه هو ابوكي فكل اب دايما بيهتم بكل صغيره وكبيره في حياه ولاده. انا بشجعك واقول لك ان ابوكي معاكي، مش هتركك او ينساكي، واللي بدأ هيكمل. رجاء، تعبير هو ابويا، يعني قد ايه الاتصال ده اثر فيا. ويمكن ناس من اللي بيسمعونا من غير المسيحيين التعبير ده مش قادرين يستوعبوه. يعني ربنا هو الكبير، هو العظيم، هو المنتقم، هو الجبار، هو الرحيم، لكن هو ابويا دي ما حدش يقدر يقولها غير الشخص اللي اتمتع بخلاص المسيح. صحيح. يعني احد الامتيازات اللي لينا، ويمكن من كتر تكرارها فقدنا الاحساس بيها، كل مره بنقف نصلي نقول له يا ابانا الذي في السماوات، احنا بنخاطب ابونا. يمكن بعتذر لاي حد بيشاهدني من خلفيه غير مسيحيه انه مش قادر يتقبل هذا اللفظ، لكن هو ده ايماننا اللي بنعلنه. الله العظيم، الله المجيد، الله المخوف، هو ابونا اللي بنلجأ له. اقدر اقول له الهي، اقدر اقول له ابويا. ده الايمان المعلن في الكتاب المقدس. لا اعود اسميكم عبيد بل احباء. الحقيقه نفسي يعني اقول وفضفض على اللي جوايا. عاوزين نسمع طبعا مجدي، لكن بتوصلني ايميلات كتير من احباء ليا غير مسيحيين. الايميل بتاعنا اتمنى ينزل على الشاشه. اي حد عنده طلبه صلاه يقدر يتواصل معانا. الموقع بتاعنا برضو موجود على الشاشه، الحريه.tv www.الحريه.tv. تقدر تدخل للويب سايت وتدور على طلبات صلاه وتبعت لنا، واحنا بنهتم بكل طلبه صلاه بتوصلنا. والامر مفتوح مش للمسيحيين وبس، انا نفسي يوصلني من اخواتي غير المسيحيين طلبات صلاه، وعدتهم ان احنا نصلي من اجلهم بكل امان. لكن الحقيقه بتوصلني ايميلات، يمكن ناس مش قادره تفهم طبيعه الرساله اللي احنا بنقدمها. يعني حد عاوز يتخانق، حد عاوز يمكن يسيء الي او يشتمني. انا عاوز اقول لكل حد بيسيء الي وبيشتمني، انا بشكرك لاني فعلا ما استاهلش اني اتشتم او اهان من اجل المسيح. يعني انا بشكر الهي اني حسبني مستحق اني اهان من اجل اسمه، وكل شتيمة وإهانة أنت بتشتمها لي أو بتشتمها لكل خادم للمسيح، أنت بتصدق على أن الكتاب المقدس صادق، لأن هو قال كده في كتابه. ده مش كده وبس، ده هو قال هيجي وقت يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. فاللي أنت بتعمله ده تصديق على كلام المسيح، تصديق على الكتاب المقدس. انت بتقول ان الكتاب المقدس دي كلمة الله الصادقة والمسيح هو الله. لكن عاوز اشجعك بمعجزة حصلت لحد غير مسيحي. حكتها خادمة، هي ليها برنامج عن الصلاة ودكتورة. واحدة زميلتها ابنها تعرض لحادثة، والولد دخل عناية مركزة وخلاص كان اقرب منه للموت من الحياة. يعني نقول رجل هناك وما فيش رجل هنا، خلاص يعني الحالة ما يقوس منها. لكن لأنها تعرف إن هي زميلتها وإنها عندها برنامج عن الصلاة، اتصلت بيها بالتليفون وقالت لها أنتوا مش بتصلوا؟ وأنتوا إلهكم مش يقدر يعمل معجزات؟ طيب أنا ابني هيموت، طب ما تصلي لإلهك ويعمل معجزة مع ابني. الحقيقة هي خدت الطلبة دي وقالت يعني أنا اتحطيت موقف صعب جدا، وكانت موجودة في اجتماع وطلبت من الاجتماع كله وقالت لهم لو سمحتوا شاركوني الصلاة من أجل هذه الطلبة. وصلت كده وقالت يا رب بص الطلبة دي لازم تجيبها، ما ينفعش ما تجاوبش على هذه الطلبة، تقيم من الأموات ابن هذه الشخصة، حد غير مسيحي. احنا بنصلي من أجل الكل واحنا بنحب الكل وواثقين إلهنا بيمد إيده ويتعامل مع الكل. والحقيقة الاجتماع كله صلوا معاها وكان تحدي صعب. تاني يوم جالها التليفون، إلهك صنع المعجزة وأقام ابني من بيت الأموات، عظيم هو إلهك. فأنا بقول لأحبائي غير المسيحيين، برنامجنا مخصص للصلاة. إذا كان ليك طلبة صلاة ابعت لي إيميل اطلب صلي،
يعني مش هتستفاد حاجة انك تبعت ايميل جدلي او في شتيمة او في اهانة. صدقوني احنا بنحب الكل لان مسيحنا بيحب الكل، لكن ده مش بيمثل فايدة لحد. احنا الرسالة اللي بنقدمها رسالة واضحة، رسالة المحبة، ودي الرسالة اللي بنقدمها من خلال قناة الحرية. بنقول يا جماعة إلهنا بيحب كل الناس. احنا عاملين برنامج قوت الصلاة علشان صلواتنا تخش كل البيوت. علي صوت التلفزيون أثناء ما احنا بنصلي وأثناء ما احنا بنرنم في بيتك، وأنا واثق أن الصلوات والترنيمات هتعمل حاجة في بيتك. جو الحزن اللي في بيتك هيتلاشى. أنت تقدر تجرب الكلام ده، جرب أنك تصلي معانا، جرب أنك ترنم معانا، وتأكد أن في حاجات كتير هتفرق. لو أنت مريض ممكن تحصل معجزة شفاء معاك، لو أنت مقيد، لو أنت مستعبد لمخدرات، لعادات، لعلاقات، لأي عادة أيا كانت، أنا أثق أني أثناء صلواتنا وأثناء ترنيمتنا قوة المسيح تقدر تحررك وتقدر تغيرك. معلش أنا كان لازم أقول المعجزة دي وأوصل رسالتنا بكل وضوح، لأن قوة الصلاة رجاء مش لفئة واحدة، صحيح، لكن قوة الصلاة لكل الناس. أمين. تليفوناتنا، إيميلاتنا، الويب سايت بتاعنا، قلوبنا مفتوحة للكل. قد إيه بنفرح لما حد منكم يطلب صلاة مننا، وصدقوني بنصلي بكل أمانة. ده اللي تعلمناه من الكتاب المقدس، وده اللي تعلمناه من إلهنا. أمين. أمين. وشكلك عندك تليفونات. أنا عندي تليفونات كتيرة جدا. كملي تليفوناتك، لكن لازم أنا نفسي لازم نعمل حاجة. نفسي نعمل حاجة قبل التليفونات. التليفونات كتيرة جدا ومش بتقف، والتليفونات عمالة بتزيد. فأنا نفسي نسمع من الأخ مجدي ترنيمة، يعني برضو ندخل في محضر الصلاة ونسمع مع الأخ مجدي ترنيمة، نتأمل فيها ومع كلماتها ونعيش في جو الصلاة وإحنا في قوة الصلاة. وأنا عارفة إنه السادة المشاهدين اللي على التليفون هيعذرونا وهيستنوا معانا، لأن هم كمان أكيد نفسهم إن هم يصلوا مع الأخ مجدي وهو بيرنم. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة ونرجع تاني نكمل كل تليفونات. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل ان احنا صلاة. رافعين قلوبنا اليه يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل ايديه الممدودة لنا بحياة. رافعين قلوبنا اليه يا فتح لنا باب الرحمة، ندخل نقبل ايديه الممدودة لنا بحياة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. انت الاله اللي قل لن يخزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجود بالحمد لك والدعاء. ما انت الاله اللي قل لن يخزى منتظرية، منتظرة نفسي ورجود بالحمد لك والدعاء. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى، جايين ناحية قلبك بابا الكل من احنا صلاة. عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض،
وش في المطروح وكل من صدق انك شفاء. عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض. وش في المطروح وكل من صدق انك شفاء. ملاش غيرك انت الهنا الحي بنترجى. جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملاش غيرك انت الهنا الحي بنترجى. جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. عز المحزون وزين منسوب الفرح له. ده ما فيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء. عز المحزون وزين منسوب الفرح له. ده ما فيش غيرك يا عين البسمة فوق الشفاء. بلاش غيرك انت الهنا الحي بنترجى. جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. ملاش غيرك ده انت إلهنا الحي بنترجى. جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة. أشكرك يا رب. أمين أمين. جميلة فعلا بابا الكل. نعم بابا الكل. أمين فعلا زي ما كنا بنقول وزي كان دكتور إكرام بيتكلم وزي كانت بنت الرب بتتكلم معانا بتقول إنه فعلا أبانا الذي في السماوات بنقدر نيجي نقول له أنت بابا الكل، أنت أبونا اللي فعلا بنيجي عند أقدامك ونحط كل تعبنا وكل مشاكلنا. معانا تليفونات كتيرة جدا وإحنا فرحانين بتليفوناتكم بس الوقت بيجري بسرعة فإحنا هناخد التليفونات على قد ما نقدر ونستأذنكم أن تكون مداخلات سريعة عشان نقدر ناخد كل الأحباء اللي معانا على التليفون. معانا بنت الرب قصدي الأخت دولة، أنا أسفة، الأخت دولة من كاليفورنيا. أهلا بيكي على قناة الحرية، تفضل. وهي بنت الرب برضه. بنت الرب برضه. إزيك يا دكتور إكرام؟ أهلا بيكي يا أخت دولة. إزي حضرتك؟ نشكر ربنا. وفيت بوعدي وطلبت ونفسي أقول حاجة لكل الناس اللي طلبت صلاة. المسيح لما جاله الراجل اللي بنته مريضة قال له بنتي مريضة، قال له إيه؟ قال له كلمتين اتنين، قال له آمن فقط. أنا عايز أقول لكل واحد طلب تلبس صلاة النهاردة المسيح بيقول لك آمن فقط. آمن بالرب يسوع وهو هيشفي وهو يحرر وهو يخلص. الإيمان ده مهم جدا يا دكتور إكرام. طبعا مش ممكن ندخل تلبس صلاة وصلوا لنا وعندنا وعندنا وإحنا من جوه ما عندناش إيمان إن الصلاة هتشفي هتحرر هتخلص. فأنا عايز أقول لكل إخواتي، كل إخواتي اللي طلبوا تلبس صلاة آمن فقط. آمنوا بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وتشفى أنت وأهل بيتك. آمين. ربنا يشفي كل أختي كل أخ طلب. آمين. أخت دولة مش هنخليكي تختمي، لازم تصلي لنا دلوقتي. فصلي لنا من أجل كل الناس اللي طلبوا منا صلاة على الهواء دلوقتي. تفضل يا أخت دولة. يا رب أنا بشكرك وبعظمك وبباركك، أنا بنحني أمامك يا رب، أنا بتواضع وبخضع ليك الآن يا رب، لأنك إله رحمة، إله أمانة لا جور فيك البتة. أنا بشكرك من أجل محبتك العجيبة اللي ظهرت في الصليب. أنا بشكرك لأنك لم تشفق على ابنك بل بذلت لأجلنا أجمعين، كيف لا تهبنا معك كل شيء يا رب؟ إذا أنت ما عنش عليك ابنك وبذلته عشان يغفر خطايانا، إزاي حيون عليك إن نكون عيانين أو ولادنا عيانين ونقول لك وما تشفهمش يا رب؟ النهاردة بنشكرك، بنشكرك لأن لينا أب حنين، لينا راعي صالح، لينا إله أمين، أمين لا جور في البتة. أنت بتبقى أمين، تبقى أمين ولا تقدر أن تنكر ذاتك يا رب. حتى عدم أمانتنا يا رب لا يبطل أمانتك أبدا يا رب. أنت الأمين وأنت الصادق والأمين. أنت الله وحدك، أنت يسوع المسيح واللي جاء للعالم عشان يخلص العالم من خطاياهم. أنا بشكرك، أنا بعظمك، أنا بباركك، أنا
امين يا رب. نعم. نعم. انا بحطهم كلهم بين ايديك، انا واثقه انك سمعتي لكل طلبات، انا واثقه انك عارف كل طلب وكل اخ وكل اخت باسمه بشخصه بلحمه، انت عارفه وعارف طلبته. مد ايدك يا رب، زور زياره خاصه لكل مريض يا رب، انتهر كل الم كل مرض كل تعب كل وجع، بننتهره باسم يسوع. جميل. قوه شفاء وتحرير وفكاك الان باسم الرب يسوع لكل مريض لكل تعبان. مبارك اسمك الى الابد لانك تسمع وانك سمعت واستجبت لك، الكرامه والمجد من الان والى الابد. امين. بشكرك جدا يا أخت دولة على اتصالك، ربنا يباركك حبيبتي ويزيدك نعمة ويزيدك بركة، ودايما في انتظار تليفوناتك معنا. خلينا كمان نطلع فاصل قصير جدا نسمع مع بعض ترنيمة محلى السجود أمامك. خلينا نستمتع ونصلي معنا الترنيم، ومعنا برضو تليفونات تاني هنرجع وناخدها، وهنطلب شوية من المخرج إنه يمدلنا وقت الحلقة النهاردة شوية، بس نرجع ناخد فاصل ترنيمة ونرجع على طول نكمل معاكم في قوة الصلاة. محلى السجود أمامك. محلى السجود أمامك.
أحبائنا المشاهدين، رجعنا تاني ليكم وإحنا في روح الصلاة، ما أحلى السجود أمامك. كل الحلقة وكل الترنيم كلها صلاة لرب المجد يسوع. معنا مكالمات تاني، وبنعتذر للناس اللي ما قدرناش ناخدهم طول الوقت، المكالمات بتبقى كتير. معنا دكتور رامز، أهلا بيك يا دكتور، منورنا على قناة الحرية، ونعتذر على التأخير. الحقيقة يعني كلام رائع جدا، وجو الحلقة رائع جدا، وموضوعات مهمة قوي. الحقيقة كلام اللي كان بيتكلم عليه الدكتور عزيز والدكتور إكرام واللي شافوا موجود في الحلقة، يعني عايز بس نحط النقط فوق الحروف علشان نقدر إن إحنا نبقى. أنا نفسي أسألك يعني، وإحنا في يونان نفسي أسألك نحط النقط إزاي. نفسي أقول لك إنه إيه الدروس اللي تعلمناها من توبة أهل نينوى، من اللي قاموا ولبسوا المسوح، من يونان لما سمع الصوت. نفسي تقول لي ملخص كده سفر التوبة ده، يعني اديني كده ملخص يا دكتور رامز من فضلك. الحقيقة التوبة موجود في الكتاب إن من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. صحيح. الموضوع كتير قوي ما بيتركز في ذهن الناس، أنا أعمل حاجات، أنا علي واجبات، علي. ده بيرجعنا لنقطة مهمة جدا، إيه الفرق ما بين التدين وما بين العبادة؟ مهم قوي نفهم الأمور دي. التدين أو الدين عبارة عن ممارسات معينة ناس بيعملوها تعطيهم إحساس بالراحة النفسية، أو تعطيهم مخدر إن هما بيأدل عليهم، ولكن النتيجة صفر، ما يكونش بيوصل لحاجة، مجرد ممارسات، مجرد طقوس معينة بيأديها. ولا عشان يجي كده الكتاب بيقول في كولوسي 2 واخر عدد بيقول ايه؟ الطقوس والممارسات دي التي لها حكايه حكمه بعباده نافله من قهر الجسد ليست بقيمه ما من جهه اشباع البشر. دكتور رامز معلش هوقف حضرتك، يمكن لاحبائنا اللي بيشاهدونا من خلفيه غير مسيحيه، احنا عاوزين يعني ننبه لحاجة مهمة جدا، ان احنا المسيحية ليست ديانة، لكن المسيحية هي تبعية لشخص المسيح الحي. يمكن كل ديانة في الدنيا ليها ممارساتها وليها طقوسها، لكن احنا المسيحية عبارة عن اتباع لشخص المسيح. ما نقدرش نطلع المسيح، لو طلعنا المسيح بقي مفيش مسيحية. عشان كده احنا بندعو كل شخص انه يجي ويتعرف بشخص المسيح، يتوب عن خطاياه ويغتسل بدم المسيح ويصير ملك للمسيح. انا اسف ان انا قطعت كلامك دكتور رامز، لكن انا يعني نفسي اوضح، لان في ناس كتير جدا غير مسيحيين بيسمعونا، يعني حبيت ابسط الكلام اكتر شويه. هو كمان جالنا سؤال كمان يا دكتور من احد احبائنا المشاهدين غير مسيحي وبيتفرج معانا على الحلقه دلوقتي، فنفسنا انه يعني نتكلم عن قد ايه اقدر اقدم، وازاي ان انا احب ربنا، ازاي ان انا اتوب عن خطاياي. فنفسي ان احنا نوضح للاحبائنا اللي بيسمعونا النهارده ازاي نتقدم بالتوبه دي. اوكي. المسيحية لم يكن حاجة اسمها مسيحية، لكن دعيوا مسيحيين، يعني التلميذ أو اللي بيتبع، كل اللي عليه إنسان يعمله إن هو يقبل محبة ربنا، يفتح قلبه زي العشار يقول كده اللهم ارحمني أنا الخاطي. الإنسان يشعر بالخطية بتاعته، إن هو خاطي، إنه ضعيف، إنه محتاج إلى نعمة ربنا، محتاج إلى عمل ربنا. اللي بيحصل إني لما بفتح قلبي ونعمة ربنا تدخل قلبي، نعمة ربنا دي هي اللي بتغيرني، نعمة ربنا دي هي اللي تخليني أعمل أمور كويسة. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. لابد من هذا الخلق، لابد من إنه ربنا يدخل قلبي، نعمة ربنا تتعامل مع قلبي فيحصل تغيير. لكن كل الديانات وكل الممارسات لا تؤدي إلى شيء، المهم إن نعمة ربنا تلمس قلب. طب دكتور رامز، ده كلام ده كلام عاوزين نحوله لكلام عملي. أنا دلوقتي شخص غير مسيحي بسمعك أنت بتتكلم، أو إحنا بنتكلم عن أمة كاملة تابت ورجعت وربنا قبل توبتها، وأنا شخص غير مسيحي مش فاهم أعمل إيه ومش عارف أعمل إيه. قول لنا بصورة عملية، يعني مش عاوزين كلام نظري،
عاوزين كلام عملي، اعمل ايه دلوقتي في اللحظه دي وانا بتفرج عليك على التلفزيون؟ ايه اللي انا اعمله؟ انا شخص غير مسيحي، ازاي ادخل في علاقه مع ربنا؟ اتفضل. انا سؤالي، هل اي حد من الانبياء مات عشان البشر؟ هل حد من الانبياء ضحى عشان البشر؟ اجابه لا. الوحيد شخص ربنا يسوع المسيح، الله الذي ظهر في الجسد، هو اللي ضحى بحياته ومات من اجلنا، ونتيجه دمه بيحصل غفران للخطيه بتاعه الانسان، والنتيجه اني يحصل تغيير في حياتي. نعمه السيد المسيح تيجي تلمس قلبي. يعني ايه نعمه؟ يعني عطيه مجانيه. يبقى عطيه مجانيه من ربنا تيجي تلمس قلبي. عشان نفهمها برضو بسرعه عمليه دكتور اكرام، ليه الناس ممكن تتبع ديانات ولكن تخرج تقتل وتخرج تكذب وتخرج تتخانق؟ ليه؟ علشان اللي بيحصل عباره عن دين، عباره ممارسات. ولكن نعمه المسيح، يعني العطيه المجانيه من ربنا، هي عطيه المحبه، عطيه السلام. يحصل عمليه جراحيه دكتور اكرام، عشان نبقى بسرعه عمليه، يحصل عمليه جراحيه في الانسان. الانسان اللي بيكره لما تيجي نعمه ربنا عليه يحصل العمليه انه يبتدي يحب. ده ازاي بقى؟ هي دي نعمه ربنا. طب والحروب الصليبيه يا دكتور رامز، والحروب الصليبيه؟ الحروب الصليبيه اجين دي ناس عباره بتتبع فكر معين، انه ناس بيسمى ان هم مسيحيين، ولكن ما فيش النعمه. ممكن نقول اي انسان مسيحي ولا بوذي ولا مسلم، لكن ما فيش النعمه، يبقى قلبه شرير من جوه. امين. فهو بينتسب الى هذا الاسم، ولكن بالعمل بينكر هذا الاسم، لانه الرب يسوع اللي عمله ان هو مات واحب الكل. اشكرك يا دكتور رامز، لان الحقيقه دي نقطه مهمه جدا عاوزين نوصلها لكل احبائنا اللي بيسمعونا. رساله الانجيل هي رساله حب، رسالة المسيح هي رسالة حب. لو حبينا نلخصها في عبارة واحدة نقول هكذا أحب الله، مش فئة لكن العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وهقول عبارة أنا عارف أنها تتسجل وهتبقى موجودة ومش هتمحى، أن الصليبيين الذين حاربوا باسم الصليب وباسم المسيح هم أكثر أعداء لصليب المسيح عبر التاريخ. يعني لو حبينا نقول عدو لصليب المسيح، هحط الصليبيين اللي استغلوا اسم المسيح وصليب المسيح في الحرب، وأقول هم دول أكثر ناس كانوا أعداء صليب المسيح. المسيح لم يأتي ليقتل، المسيح جاء لكي ما يعطي الحياة. المسيح ما جاش علشان يموت الأحياء، لكن المسيح جه علشان يقيم الأحياء من الموت، زي ما بيقول الكتاب إنها ساعة وهي الآن فيها يسمع الأموات صوت ابن الإنسان، صوت المسيح. وممكن يكون الصوت ده بيتسمع عبر قناة الحرية من خلال برنامج قوة الصلاة، والأموات يحيون. ممكن إنسان ميت في الذنوب والخطايا بيسمعني دلوقت يسمع صوت الإله المسيح بينادي عليه، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو معطي الحياة، فيرجع للمسيح من كل قلبه، والمسيح يقيمه من موت الخطية، ويحصل مع العبور اللي كانت رجاء بتكلمنا النهاردة عنه، عبور من الموت إلى الحياة. أنا بشكرك جدا يا دكتور رامز، للأسف وقتنا قليل، فكان نفسنا نستمتع أكتر، لكن أنا عارف إن إحنا نستمتع بيك في حلقات قادمة بنعمة ربنا. أمين أمين، بنشكركم جدا. معنا كمان آخر مكالمة، هنعتذر لبقية الأحباء اللي على الخطوط لأن الوقت فعلا بيجري، ونفسنا فعلا يعني نكون بنتكلم ونتواصل معاكم كلكم، بس الوقت فعلا بيجري. معنا الأخ عبد النور من كاليفورنيا، أهلا بيك، منورنا على شاشة قناة الحرية. مساء الخير أخت رجاء. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب، ومساء الخير يا اخي مجدي، مساء الخير يا دكتور اكرام. مساء النور يا اخ عبد النور. انا بشكر الرب ان انا مشترك معاكم في حاجه بسيطه لضيق الوقت. يعني انا ببص حاجه واحده بس في الكتاب المقدس انجيل لوقا اصحاح 11، ده بيشمل ما بين الصلاه وبين يونان. يعني لما بنشوف في انجيل لوقا 11، انا انصح كل اخواتي المشاهدين، اخواتي المؤمنين، اخواتي اللي عايزين يعرفوا
بين التوبة وبين الصلاة وبين وبين الحادث يونان النبي وأهل نينوى بتوع السفينة، حاجة حلوة خالص. وحاجة الأجمل من كل شيء حبايبي إن هو الرب بيورينا صورة الناموس وصورة النعمة. بيتكلم في الأول وهو لما بيكلمنا وهو في صورة النعمة لما خد جسد البشرية وخد مكان البشرية كلها. فأول إنجيل إنجيل لوقا 11 بيبتدي إنه هو كان في الجبل بيصلي، ولما فرغ من الصلاة تلاميذه بيقولوا علمنا كيف نصلي، وبعدين بيدينا ويدينا الصلاة الربانية، وبعدين يدينا أمثلة على الصلاة والطلبة، وبعدين بيكلمنا عن إن أي واحد طلب منه ابنه أن يعطيله خبزا أو يعطيه سمكة أو يعطيه بيضة، وكان الرد بتاع الرب. عشان ضيق الوقت أنا عايز أتكلم بسرعة، فالرب دلوقتي بيتكلم على الحاجات دي بنفسه، بيتكلم لنا من العهد القديم عن لما بيقول بمن تشابهونني، وهو كان في العهد القديم ما حدش يشابه لا نبي ولا غير نبي ولا أباء، إنما هو جه بنفسه وشبه نفسه بسليمان وشبه نفسه بيونان، وبيورينا الحتة الحلوة الجميلة. أنا كنت أتمنى يكون في متسع من الوقت علشان أتكلم كتير يعني في الحتة دي، بس أنا عايز أختصر، وعلشان أنا يعني أقدم كم آية من إنجيل لوقا 11 باللحن المرنم المرتل. فيعني يا ريت نسمعها. أنا آسف كنت أتمنى أن أتكلم كتير. أنا هستأذنك في حاجة أخ عبد النور، عشان بس الصوت بتاع التليفون بتاعك بيبقى عالي شوية فما بنقدرش نسمعك بوضوح. عايزك تبعد السماعة عنك، سماعة التليفون عنك شوية وأنت بترنم عشان نقدر نسمع الصوت الترنيمة بوضوح. حاضر يا أختي. بشكرك إحنا بناخد بركة معاك كبيرة خالص. حقيقي. أما من سليمان
قالوني نوى سيقومون في الدين ما زجيني ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان وهو ذا أعظم من يونان أعونا والمجد لله أمين. المجد لله دائما أمين. بشكرك جدا يا أخ عبد النور، ربنا يباركك، ربنا دايما بصوتك تخدم ربنا. شماس رائع، ويعني بتقرأ الإنجيل بألحان مرتلة جميلة زي ما بنقرأها في كنيستنا الجميلة. بشكرك جدا على مداخلتك النهاردة، وكل مرة بنحب نختم حلقتنا بيك، وبنعتذر لكل الأحباء اللي كانوا معنا على الخطوط وكانوا عايزين يخشوا كمان يقولوا طلبات صلاة ويصلوا معنا. معلش وقتنا بيجري، بس قبل ما نختم حلقتنا دكتور إكرام، أحب أن أنا أخذ منك كلمة نسيبها مع السادة المشاهدين للأسبوع القادم، تقول لهم إيه؟ يا رب النهاردة يبقى يوم عبور. أمين. يوم عبور حقيقي في حياتك. يمكن تكون سمعت كتير، لكن أتمنى أن النهاردة يكون الأمر مختلف بالنسبة لك. خمس كلمات غيروا تاريخ مدينة وكل سكان نينوى، والنهاردة أتمنى اللي تكون سمعته يكون سبب تغيير كامل في مسيرة حياتك. النهاردة أتمنى أن يبقى في عبور من العتمة للنور، من الموت للحياة، من الخطية إلى القداسة والبر، من الحياة بعيد عن المسيح لحياة جديدة تقول كده لي الحياة هي المسيح. أتمنى أن هذا العبور يحصل في حياتك النهاردة، وتحتفل دايما بعبورك من الظلمة إلى النور بنعمة المسيح. أمين أمين يا دكتور. فرحنا جدا النهاردة بوجودك، وفرحنا بالمكالمات، وفرحنا بوجود الناس معنا كمان. أشكر ربنا. الأخ مجدي برضو فرحانين جدا بوجودك معنا، فأنا نفسي تقول لنا تأمل كده بسيط تسيبه مع السادة المشاهدين عن توبة أهل نينوى أو على أهل نينوى، تسيب معهم إيه ونسمع منك ترنيمة، إيه رأيك عشان نختم بالترنيمة؟ يعني توبة أهل نينوى هي نموذج في الحقيقة لينا نحتذي بيه، إن مش بس بنسمع زي ما بيقول الكتاب في رسالة يعقوب، لنكن سامعين فقط خادعين نفوسنا، بل سامعين عاملين بالكلمة. ده ملخص سفر يونان. سمعوا خمس كلمات عملوا بيهم، رجعوا لربنا، كان سبب في تغيير حياتهم ونقلهم من الظلمة إلى النور. أنا بصلي لأجل كل واحد بيشاهدنا النهاردة، مش مهم إنك بتسمع، لكن المهم زي ما قال السيد المسيح انظروا كيف تسمعون. مهم الطريقة اللي انت بتسمع بيها، انك تسمع وتاخد الكلام وتكون امين عليه وتتجاوب مع كلمة ربنا. امين. انا هفاجئ مجدي على الهواء، دي مفاجأة. مجدي عاوزين نرنم بالاحضان الابوية. امين. والمشاهدين انا عارف ان دي ترنيمة مش محضرة، لكن انا نفسي الترنيمة دي تدوي النهاردة في يوم العبور من الظلمة للحياة في كل بيت. يمكن تكون مش عارف تصلي تقول ايه، قول معانا كلمات الترنيمه دي: راجع للآب الحنان، واثق ان انا ليا مكان. وعلى فكره الكلام ده ما يخصش فئه معينه، لكن يخص كل انسان سمع صوت ربنا بينادي عليه النهارده ونوى يرجع لربنا من كل قلبه. تعالى صلي بكلمات الترنيمه دي معانا: راجع للآب الحنان، راجع للآب الحنان، كفايه بعد، أنا تعبت وأنا عايش بعيد عن ربنا، لكن النهاردة راجع. زي ما أهل نينوى رجعوا وزي ما خطاة كتير رجعوا، أنا أشر الخطاة راجع النهاردة للآب الحنان، راجع أقول له سامحني وقبلني، أنا ناوي أعيش معاك.
نبويه قلبك بينادي عليا بالاحضان الابويه قلبك بينادي عليا ارجع واتمتع برضا عني هنا في المحبوب واسمع لنداء الغفران بالإيمان جاي أتوب راجع للآب الحنان واثق إن أنا لي مكان راجع للآب الحنان واثق إن أنا لي مكان بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا لي مكان واثق إن أنا لي مكان جاي لك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني جاي لك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أنيني دقت مرار البعد أسيب واتمنيت أرجع ليه عدت لنفسي بدمعي بكيت عند البيت صارخ لي راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان بذنوبي أنا راجع أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان واثق إن أنا ليا مكان. أمين أمين. أشكرك أخ مجدي، شرفتنا حقيقي، شرفتنا باركتنا النهاردة، وفي انتظار إن أنت تكون معنا. شكرا، وبالسادة المشاهدين والمداخلات، وبوعد السادة المشاهدين أنا عن نفسي شخصيا أحط الأسماء على قدر ما أتذكر في الصلاة لأجل الاحتياجات دي. هتجيب كشكول قوة الصلاة؟ أمين. كشكول مش كراسة. أمين. يجيب أجندة كبيرة. أمين. أمين. حبائنا المشاهدين، كانت النهاردة حلقة أكتر من رائعة، فرحنا جدا بيها معاكم وسمعنا صوتكم، وباركنا بوجود خدام الرب دكتور إكرام والأخ مجدي، حقيقي اتعلمنا، حقيقي استفدنا. نفسي أسيب لكم مقولة زي ما تعودنا من أباء كنيستنا وتاريخنا وتراثنا العظيم، قداسة البابا شنودة المتنيح مثلث الرحمات، قداسة البابا شنودة قال عن يونان كلمة جميلة جدا، قال صلاة يونان العجيبة وإيمانه العجيب غير صلاته من أنها تكون في جوف الحوت من طلبة صلاة إلى صلاة للشكر. ابتدى يشكر ربنا من جوف الحوت، ابتدى يشوف بالإيمان أنه طالع من الحوت، يشوف أنه واقف قدام هيكل الله ويتفرس في هيكله. أمين تكون وقتنا الجاي وتكون حياتنا اللي جاي نحول صلاتنا ونعبر بيها من صلاة كلها طلبات إلى صلاة كلها شكر لله بهذا الإيمان، أن احنا نشكر الله بإيمان يونان. بشكركم جدا على وجودكم وعلى متابعتكم لينا في قناة الحرية. انتظرونا الأسبوع القادم بنعمة ربنا، هنكون معاكم وخدام جداد في قوة الصلاة. العظام من كل وادي تحيا طلقة تنحني لك تعترف باسمك يا فادي في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لأهل بلادي